السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن موضوع هام وكثير من المواطنين بيهتم به ويتساءل دائما، ما هي الشروط الواجب توفرها في مسترد الكفالة المالية، وهل هناك عائق لاسترددها، أو في أي صعوبات احنا بنقابلها، أو في إجراءات أنا بتبعها. طبعا في إجراءات لاسترداد الكفالة المالية. أولا لابد أن يتوفر في القضية الحكم بالبراءة أو التصالح أو ألا وجه لإقامة الدعوى أو استبعاد الشبهة، وطبعا بتكون البراءة أو التصالح أمام المحكمة فقط، لأن كثير من المواطنين بيختلط عليه الأمر وبيقول أنا ليا حق إن أنا أسترد الكفالة المالية، لكن إحنا بنلتزم بالإجراءات والشروط التي وضعها ونص عليها القانون. أولا حضرتك بتتقدم بطلب للسيد رئيس النيابة وبتطلب استرداد الكفالة المالية، وبيختلف الأمر ما إذا كانت القضية كانت منظورة في المحكمة الجزئية فبتتقدم إلى السيد رئيس النيابة الجزئية بالطلب، أما إذا كانت منظورة أمام محكمة الاستئناف فحضرتك بتتقدم للسيد المحامي العام بالطلب. الخطوة التالية بحدد، طبعا أنا بلجأ لجدول الجنح أو الجنايات وبتقدم بطلب للحصول على شهادة بتفيد ما تم في القضية وبيذكر فيها القيمة المالية للكفالة ورقم السداد بالقسيمة. بعد ما تقدم بالطلب مرفق معاه شهادة من الجدول زي ما قلنا من الجنح أو الجنايات، بتقدم بطلب إلى السيد رئيس الألم الجنائي، وده بيكون اللي بيحدد لي صرف الكفالة المالية، بتحرر المذكرة بصرف الكفالة المالية، وأنا بتوجه بعد شهرين من تقدمي بالطلب، لأن دي الإجراءات اللي بتأمر بها النيابة بصرف الكفالة المالية. ونموذج الصرف اللي أنا بلتزم بيه بيكون نموذج 34 أو 17، وزي ما قلت لحضراتكم بيكون الطلب المقدم للسيد رئيس النيابة الجزئية في حالة نظرها أمام المحكمة الجزئية، وإلى السيد المحامي العام في حالة نظرها أمام محكمة الاستئناف. وببتدي أصرف الكفالة المالية، وزي ما قلنا بنلتزم بالشروط الواجب توفرها في مسترد الكفالة المالية، لكن بيخصم طبعا 10% من قيمة الكفالة المالية، ودي بتكون رسوم للمحاكم. طيب أنا بعد كده بعد ما بسترد الكفالة المالية، هل في أي التزام بأي شروط أخرى، أو إن أنا بتوجه بأي طلب لأي جهة أخرى لحضرتك بسترد الكفالة المالية؟ كده الأمر بينتهي. طب إيه الصعوبات؟ عفوا، إيه الصعوبات اللي بتقابلني في استرداد الكفالة المالية؟ طبعا الصعوبات اللي بتقابلني، أولا لو أنا كانت قيمة الكفالة المالية بتعادل 1000 جنيه أو بتزيد عن 1000 جنيه، في الحالة دي بتلجأ المحكمة إلى مخاطبة الضرائب العامة للاستعلام عن الضرائب العامة. ده من ضمن الأمور اللي هي بتبقى فيها صعوبات، وده بتستغرق كثير من الوقت والجهد بالنسبة لاسترداد الكفالة المالية. وطبعا بالنسبة لعدم حضور المتهم للجلسات، ده بتعمل له مشكلة طبعا لأنه لا يستحق في هذه الحالة الحضور. لكن احنا بنتكلم على الصعوبات دلوقتي، فالصعوبات ان احنا لو المبلغ زي ما قلنا 1000 جنيه ما يعادل 1000 جنيه او بيزيد عن ال 1000 جنيه. النقطة الثانية من الصعوبات ان احنا المبلغ بيعادل ال 1000 جنيه او بيزيد عن ال 1000 جنيه، في الحالة دي بنستعلم من الضرائب العامة. النقطة الثالثة ان احنا بيبقى عندنا مشكلة بتواجهنا من الصعوبات اللي احنا بنمر بيها، فقد إيصال الكفالة الأصلي، وده يعتبر في الترتيب من أوائل النقاط، يعني ده في ترتيبنا لو هنرتبها، من فقد إيصال الكفالة الأصلي أو إن مبلغ الكفالة المالية يعادل 1000 جنيه أو بيزيد عن ال 1000 جنيه، فبالتالي بنستعلم من الضرائب العامة، وده بيفقدنا الكثير من الوقت والجهد. النقطة الثالثة هنتكلم عن من الذي لا يستحق الكفالة المالية. أولاً عدم حضور المتهم للجلسات بالمحكمة ده بيخليه لا يستحق الكفالة المالية. النقطة الثانية اللي يكون مر فترة على مرور 3 سنوات على الحكم الصادر أو القرار الصادر فلا يستحق الكفالة المالية. النقطة الثالثة إن هو يكون القرار صدر من السيد المحامي العام. النقطة الرابعة والمهمة اللي هو يكون صدر حكم بإيقاف تنفيذ العقوبة. طيب في عندنا نقطة مهمة جدا جدا في الآخر، بنقول
اللي احنا ذكرناها في اول الامر، الشخص الذي يسترد الكفاله لابد ان تنطبق عليه 4 شروط او 4 اركان مهمه جدا، الا وهي بل التذكره علشان صغار المحامين والساده معاونين النيابه ووكلاء النيابه، لأذكر نفسي وإياكم بهذا الأمر. 4 أركان مهمين جدا جدا. أول أمر أن يكون حصل المتهم على البراءة أو التصالح أو ألا وجه لإقامة الدعوة أو استبعاد شبهة من القضية. فال4 أركان دول مهمين جدا لابد من توافرهم، وبيكون البراءة والتصالح أمام المحكمة فقط. لكم مني كل التقدير والاحترام، على أن نلتقي في القريب العاجل بإذن الله تعالى. تامر فهمي.